سيدة أحمد. آه. بس ما بعرفش أتكلم معاك كلمتين على بعض. ما شاء الله ده جميل قوي. يعني هو أصلا خدمته في سينا. هو شغال إيه؟ دكتور جراح في القصر العيني. وبعدين اللي واثقة في نفسها ما بتعملش الحاجات دي. اطلعي برا شوية يا ربو. هتصلي؟ لا هرقص. لسه راجع من يوم طويل كنا بنصور اعلان. احمد؟ اه. ده الواد طلع مز جامد. هي احلى ولا انا؟ والله يا ابني ما خدش منك الكلام ده بس. انت هبله وهتفضلي طول عمرك هبله، هي حاجه تانيه. بقول لك ايه؟ هو مواليد كام؟ وانا ايش عرف امي؟ يا حبيبي معلش انا لسه مع امي وقدامي شويه صغيرة على المخلص. مالك صاحبتي؟ صاحبتك؟ امال انت ازاي كنت بتحب سعيد؟ ما تعيطيش. انا ما بعيطش. امال بشتغل ايه؟ بشتغل على السوشيال ميديا، على فيسبوك وانستجرام وتيك توك. مفهوم اي حاجه. وعايزين نبوس. هنبوس اهي. بس الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا مش عايزه يبقى في ما بيننا كلام تاني. مالك يا سعاد في ايه؟ ممكن ما تختفيش تاني.